مصر تعوم العالم في بحر من الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في مقدمة السفينة. قصة صعود أرض المحروسة الإعجازي نحو قمة الطاقة والوقود النظيف بالعالم. شرعت مصر في استثمارات جبارة في عالم الطاقة، فالطاقة النظيفة والمتجددة بالتأكيد مستقبل هذا الكوكب. فعقدت مصر الاتفاقيات وشرعت في بناء ما يلزم لإنتاج العديد من المشاريع النظيفة للطاقة، فالطاقة الشمسية كمثال، والهيدروجين الأخضر أيضا بالتأكيد، مما جعل وسيجعل مصر في مصاف الدول في هذا الصدد. فالقاهرة تسير بخطى قوية نحو التحول من الاعتماد على الطاقة الملوثة للبيئة إلى الطاقة النظيفة المتجددة، كما أنها أيضا إذا نجحت في بناء تلك المشاريع الضخمة ستسيطر على جزء كبير من السوق العالمي. هكذا إذن ترسم مصر مستقبلها السخي بالبيئة النظيفة والاستثمارات الجبارة في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يعد اليوم من أكثر المواد التي ترغب الدول في الاستثمار بها، فهو متعدد الاستخدامات بشكل مثير للذهول. فما هو وكيف يصنع وأين يستخدم؟ وما هي مشاريع مصر المرتبطة به؟ وكيف سيكون مستقبل الفرعون المصري مع الهيدروجين الأخضر؟ كل هذا وأكثر تجدونه في الأسطر التالية. معلومات حول الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر هو وقود نظيف وعالي التفاعل، تعتبر عملية صناعته من العمليات النظيفة لإنتاج أشكال مختلفة من الطاقة، وصناعته تتم عن طريق عدة عوامل وعناصر متفاعلة مع بعضها. وبالتأكيد عندما تسمع عن الهيدروجين الأخضر سيأتي لذهنك الجدول الدوري وأول المواد به الهيدروجين، وتلك المادة هي الأكبر انتشاراً في عالمنا، ولكن ينتج عنها عدة أصناف وأشكال مختلفة. فينتج العالم ثلاثة أصناف مختلفة: الهيدروجين الرمادي، وهذا ضار بالبيئة لانبعاث ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية إنتاجه، كما ينتج من أي الهيدروجين الهيدروجين الأزرق، وهذا جيد نسبياً، ولكن علماء البيئة لديهم تحفظات عليه بسبب دفن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض. والهيدروجين الأخضر، وهو أحد أصدقاء البيئة ويدخل ضمن عائلة الطاقة النظيفة، ينتج عن طريق الماء، حيث يمرر تيار كهربائي على الماء التي تتكون بدورها من أكسجين وهيدروجين، فتتحلل جزيئاتها إلى هذا الثنائي منفصلين بالتأكيد وبدون أي انبعاثات ضارة واضحة أو مختفية. الهيدروجين الأخضر يستخدم على نطاق واسع في كثير من الأمور المختلفة، يستخدم في السيارات والشاحنات وسفن الحاويات المختلفة، ويعد بديلاً للغاز الطبيعي والكهرباء، كما أنه أيضاً يعتبر مصدراً للحرارة، ويستخدم في قطاعات مختلفة من التصنيع الكثيف. ربما الشيء الوحيد السلبي به هو التكلفة الباهظة للتخزين، وهذا هو الأمر السلبي الوحيد حتى الآن فقط، فربما يتم اختراع طرق أقل تكلفة من حيث الأموال في هذا الأمر، مما يوفر على الدول الكثير من ملايين الدولارات. ومن المتوقع أن تنخفض تكاليف إنتاجه 40% في عام 2025، فيما انخفضت أسعار جهاز التحليل الكهربائي الذي يقوم بعملية تفكيك الهيدروجين بنسبة 50% مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، مما يشجع الدول المختلفة على الاستثمار به بشكل كبير، ومن بينها مصر بكل تأكيد. بلد الكنانة بدأت بتدشين عدة مشروعات لإنتاجه، ويعمل الفرعون المصري جيداً في هذا الصدد. مصر والهيدروجين الأخضر. مشاريع الهيدروجين الأخضر وضعت مصر في المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً عام 2022 من حيث الاستثمارات الأجنبية التأسيسية المباشرة، وذلك وفقاً لشركة FDA Insight، والتي تتبع بدورها مجلة Financial Times البريطانية الشهيرة بقوة. وأوضحت الشركة في بيان لها منتصف صيف 2023 الماضي أن حجم تلك الاستثمارات بلغ 107 مليارات دولار، ويمثل هذا 40% من إجمالي الاستثمارات الخارجية المعلن عنها في دول المنطقة. فتمكنت مصر منفردة من تأمين 19 استثماراً جاداً في مشاريع الهيدروجين الأخضر، وذلك من الشركات التي تعمل على تطويره وتحسينه،
الكثير من تلك المشاريع ستقام في المنطقة الصناعية بقناة السويس المزمع إنشاؤها من قبل القاهرة. وتوقعت الحكومة المصرية وصول إجمالي الاستثمارات الخارجية بتلك المشاريع إلى 81 ملياراً و600 مليون دولار. أعلنت مصر خلال مؤتمر البيئة العالمي الذي أقيم بشرم الشيخ COP27 عن العديد من المشروعات المختلفة الخاصة بالهيدروجين الأخضر. وتسعى مصر إلى خفض الانبعاثات المختلفة من مشاريع الطاقة والوصول للحياد الكربوني، بينما يتحدث البعض عن قدرة مصر على خفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر، لتنخفض تلك التكلفة من $2.70 للكيلوغرام في عام 2025 القادم إلى $1.70 عام 2050. ووفقاً لبيان حكومي مصري، من المتوقع أن تنخفض نسبة اعتماد مصر على المواد البترولية المختلفة وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة. على سبيل المثال، وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل وشركة حسن علام للمرافق مذكرتي تفاهم مع الحكومة المصرية، وهذا للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما أوضحنا من قبل، وأيضاً على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وستقوم شركة حسن علام بالمرحلة الأولى للمشروع بإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتدخل تلك المحطة حيز التنفيذ في عام 2026. وتحدث حسن علام وهو رئيس الشركة عن هذا الأمر، موضحاً أن مصر ستقوم بتصدير تلك الطاقة لأوروبا في المستقبل. ننتقل من علام إلى السفير البريطاني الذي تحدث منذ أيام عن دخول شركات بريطانية في مجال الاستثمار بالهيدروجين الأخضر في مصر، وأكد أن هناك اهتماماً بريطانياً كبيراً بهذا الصدد، وذلك وفقاً لجريدة مصرية مقربة من دوائر الحكومة. بينما أكد أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة أن مصر ستصبح لاعباً رئيسياً في إنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً، فيما تحدث نائب رئيس تنمية الطاقة أن مصر تعمل وفقاً لخطط مدروسة، حيث ستقوم بالتوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، وستزيد من طاقة إنتاج الهيدروجين والمشتقات الخاصة به. وستستخدم مصر الهيدروجين الأخضر منخفض الكربون بجميع القطاعات، وخاصة القطاعات الصناعية والنقل. وبعد ذلك يأتي دور زيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية. كل هذا وبالتأكيد تواجه مصر عدة عقبات، أبرزها الاستثمارات المختلفة في العالم من دول كثيرة. فعلى سبيل المثال، تشرع السعودية في إنشاء أكبر محطات الهيدروجين الأخضر بالعالم، وتحديداً في مدينة نيوم التي ستنشأ في المستقبل وتقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، ويتوقع منها أن تضع المملكة على الخريطة العالمية للانتقال إلى الطاقة النظيفة أيضاً، حيث ستضم المحطة والتي بلغت تكلفتها 8 مليارات و400 مليون دولار طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر في اليوم بحلول أواخر عام 2026. وتنظر الدول للهيدروجين الأخضر على أنه وقود للمستقبل بكل تأكيد، وسيصل حجم الاستثمارات في هذا المجال إلى 1.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2050، ويا له من رقم ضخم. وتوقعت عدة شركات للاستشارات المختلفة أنه بحلول عام 2050 سيتم تصدير الهيدروجين الأخضر من مناطق عدة من بينها شمال إفريقيا، حيث تشرع المغرب هي الأخرى في بناء مستقبل قوي وجذاب في هذا الشأن. فهل تستطيع القاهرة التحول إلى الطاقة النظيفة؟ وهل تتفوق على الدول العربية ودول العالم في الاستثمارات؟ يبدو ذلك، ولكن الأيام القادمة فقط هي القادرة على تحقيق وإثبات هذا.